في التنمية والبيئة عن مشاريع الوزارة، وزارة البيئة، وإحنا هون بدنا نتحدث عن المشاريع اللي بتشتغل على تطوير القدرات اللي لها صلة بالتنمية، خلينا نقول البيئية. طبعا أنا حكيت لكم المرة الماضية إنه دائما إحنا إذا بدنا نفتح على وزارة البيئة كتير بيكون منيح إنه نتطلع على الموقع الرسمي لها، لأنه الموقع الرسمي لوزارة البيئة بيعطيني صورة زي ما أنتم شايفين، صورة كاملة عن اللي هي ministryofenvironment.gov.jo، صورة كاملة عن مشاريعهم، وهذه هي الصفحة الرسمية اللي أمامكم، عن مشاريعهم إيش الأهم من الوثائق اللي عندهم، حتى إذا كنا بنحتاج لأي وثيقة بدنا نطلع عليها ما لقيناها مثلاً في التفاصيل هاي نقدر ندخل عليها من خلال الاتصال بالمركز الإعلامي، وبيعطونا كل المشاريع أو التفاصيل اللي إحنا بنحتاجها. هاي طبعا أهم المشاريع، طبعا بدي ألخص لكم إياها أهم المشاريع. أنا اخترت بعضها اللي هي مشروع مع يعني قطاع في قطاع البيئة، اللي هو تطوير القدرات ذات الصلة بسياسات تنفيذ الاتفاقيات البيئية العالمية في الأردن. وهذا المشروع اللي هو أنتم بتعرفوا أنه الحكومة الأردنية والدولة الأردنية بتعمل على توقيع اتفاقيات دولية من خلال وزارة الخارجية، وبتم طبعا تحويلها أو إيصالها للجهات المعنية حتى إنها تعمل على تنفيذها. فهذا مشروع يعنى بكيف بننفذ الاتفاقيات، إنه بعد ما نوقعها كيف الاتفاقيات البيئية هاي إحنا مطلوب من الأردن إنها تفعلها وتنفذها. طبعا بالمشاريع عادة إذا بدي أفتح أي مشروع من هدول المشاريع، اللي بيصير إنه طبعا أنت عندك هون التكيف المناخي، عندك بإشي بيحكي على النظام إدارة المركبات مثلا حتى ما يصير في نوع من التلوث، مشاريع لها علاقة بالمواد الكيماوية وكيف نحافظ على طبقة الأوزون، على حتى تدوير الحواسيب، إنه لما بيصير في نفايات إنه ما بنكبها بأي طريقة، في طريقة لمعالجتها واستخدامها والتخلص منها، حتى النفايات إذا كانت خطرة مثلا مثل الأطبية والبيولوجية مثلا من المستشفيات، كلها هاي طبعا هذا المشروع اللي أنا قلت لكم عنه. وفي مشروع القدرات التمكينية لإعداد تقرير البلاغات الوطنية اللي بتتحدث عن هدف العمل المناخي وتغيير المناخ. طبعا إذا بدي أفتح تفاصيل على سبيل أنا بدي هذا المشروع، بفتح عليه وبشوف إيش تفاصيله. عادة شوفوا كيف بتطلعوا على التفاصيل. هاي صفحة معلومات عن واحدة من المشاريع على سبيل المثال، اللي بتقول لك مثلا على مستوى الكلفة مين إيش المبلغ الإجمالي المرصود لهذا المشروع، وهل هو على المستوى الوطني ولا إنه بالتعاون مع جهات أخرى إقليمية. فهون مثلا بيبين لك إنه مثلا وطني، وبيعطيك تفاصيل أكثر في الميزانية، مثلا شو هدف المشروع مثلا زي ما أنتم شايفين هنا، إنه كيف وزارة البيئة تكون قادرة على إنها تشتغل على سياسات البوليسز هاي اللي احنا حكينا في مادة التخطيط والمراقبة إذا بتتذكروا. كنا نقول في التخطيط أول إشي بنشتغل على إيجاد خطة بناء أو وفقا للسياسة، وفقا للسياسة. طبعا هنا من كل اتفاقية هي فعليا بتنفذ، أو كل عفوا مشروع بينفذ اتفاقية، أو ممكن يكون بتقاطع مع مجموعة من الاتفاقيات. فمثلا هذا المشروع بيحكي عن مثلا اتفاقية ريو الثلاثية، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية يعني بمعنى الفريمورك، اللي بتتعلق بالتغير المناخي، اللي بتتعلق بكيف مكافحة التصحر في البلد، وموضوع التنوع الحيوي اللي هي الدايفرسيتي. فلاحظوا أنه ممكن نفس المشروع يخدم أكثر من اتفاقية، وبيحط لنا هون حتى السنة اللي تم فيها هذا المشروع، وإيش يعني الموازنة تبعتها زي ما أنتم شايفين الأرقام، مراحل المشروع، إنه إمتى بلش هذا المشروع. لاحظوا إنه بالتطبيق مثلا بلش من 2010، مثلا في مراحل إنه بال 2012 مثلا اشتغلوا في هاي المرحلة اللي هي إدخال آليات مؤسسية لدمج أدوار ومسؤوليات، هاي المرحلة خلصوها 100% بال 2012، وهكذا. إذا بيعطيك حتى
يعني التاريخ ونسبة الإنجاز الفعلية، وإحنا وين واصلين بأي مرحلة. هذا مثال على اللي أمامكم. طبعا إذا أنا بدي أطلع على الوزارة نفسها، بدي أعرف مثلا رؤيتها ورسالتها، بقدر أدخل على ما يسمى بالخطة الاستراتيجية، وهون بقدر أشتغل على التخطيط اللي إحنا بنحكي فيه. لاحظين هاي في عندك إنه اللي هو بالتخطيط إحنا بنعمل رؤية ورسالة، بتتذكروا اللي أخذوا معي المادة رؤية ورسالة، وبنحكي عن أهداف وخطة تنفيذية وإلى آخره. فمثلا هون حاطين الخطة الاستراتيجية، لما بلشوا يشتغلوا عليها النسخة القديمة كانت بال2017، شوفوا كيف كل مرة بيتم تحديثها، لأنه حتى جائزة الملك عبد الله للتميز، وفي جائزة أخرى هلأ بدنا نحكي عنها اللي هي الاستدامة البيئية، بتركز على يتم تحديث وتطوير الخطط الاستراتيجية. فإذا أنا بدي أطلع على الخطة الاستراتيجية 2020-2022، باجي بفتح هون في عندي نسخة PDF، وبعمل إيش؟ بعمل عليها عرض وتحميل. هذه هي الخطة الاستراتيجية. طبعا أنا هنزلكم إياها، لأنه أنتم طلاب البيئة كتير بتعنيكم، هنزلكم إياها على بس نخلص المحاضرة على الجروب المادة. طبعا إذا بنطلع عليها حنشوف رؤية ورسالة، خلينا نقول الوزارة، رؤيتها وزارة البيئة إنها تكون ريادية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. لما بنقول كلمة ريادية، يعني بنعني في هذا الكلام إنها تكون هي السباقة، هي اللي بتشتغل على الانيشيتيفز، المبادرة اللي بتضمن الاستدامة في عناصر البيئة، وكيف تشتغل على تحسين نوعية الحياة. لما بنحكي في البيئة، ما بنحكي بس عن أرض وعن ماء وعن هواء، بنحكي عن تحسين نوعية الحياة بشكل عام للمواطن على المستوى البيئي. هلا دائما هاي الرؤية بتترجم إلى رسالة، فعندي الرسالة اللي هي تحسين وصون نوعية البيئة الأردنية، وكيف نحافظ على الموارد الطبيعية حتى نحقق تنمية مستدامة، من خلال إيش؟ إنه كيف نطور سياسات واستراتيجيات وتشريعات البرامج البيئية، وكيف نراقبها حتى تكون إيش؟ قابلة للتنفيذ، وتدمج هاي ضمن خطط التنمية الوطنية. طبعا زي أي خطة إحنا بنشتغل على، يعني الخطة لابد إنها تحفز مجموعة من القيم والأخلاقيات. فاللي بيشتغلوا في هذه على هذه الخطة الاستراتيجية في الوزارة معنيين بقيمة الشفافية، والشفافية هون مقصود فيها اللي هي الإعلان عن كل المعلومات وعد والإفصاح عنها للمواطن، حتى يكون متناول إيديه، حتى يكون عارف باللي عم بيصير، شو اللي مضر وإيش ما مضر، وهاي التفاصيل كلياتها. موضوع تحقيق العدالة، بمعنى العدالة البيئية، يعني بمعنى ناس اللي عايشين في منطقة الريفية مش مثل الناس اللي عايشين بمنطقة في المدن، فبالتالي العدالة بتتطلب إجراءات معينة حتى يصير في يعني مساعدتهم فيما يتعلق في الجانب البيئي، مثلا في موضوع الزراعة، في موضوع الحيوانات والرعي، الصيد، التلوث، كل هاي القصص. طبعا العمل بروح الفريق، هذه اللي هي القيمة الأساسية حتى نشتغل على أي خطة، هو موضوع التشاركية. لاحظوا هنا، هذه إذا الخطة الاستراتيجية، هاي كل تفاصيلها زي ما تقولوا بتلاقوا بكل خطة، وهذا الإشي اللي بدنا نطلع عليه. في عندك خطة لإدارة المخاطر، في تحليل زي ما أنا كنت بعلمكم دائما SWOT analysis، يعني رباعي، نقاط القوة والضعف والفرص والمهددات، هاي زي ما قلنا الرؤية والقيم، حتى الأولويات. يعني لازم أعرف أنا كطالب دراسات تنمية في البيئة، لازم أعرف إنه شو أولويات الاستراتيجية الوطنية لوزارة البيئة، يعني بمعنى انه في نقاط معينه المفروض انه الوزاره تركز عليها اكثر، واللي هي تشتق من وثيقه رؤيه الاردن 2025. يعني بمعنى احنا هذه كلها بنجيبها لابد انها تتقاطع او تنصب في وثيقه الاردن 2025، لانه هذه تعطيك رؤيه استراتيجيه. وكمان الشباب العمانيه اللي حاضرين معانا، اكيد كل دوله عم تشتغل على شيء زي هيك، فبجوز بعض الدول عملتها لغايه سنه ال25، في دول عملتها زي الخليج معظمهم عملوها في إشي لل30، وفي إشي عملها حتى لل50. أوكي؟
طبعا في عندي أجندة التنمية المستدامة العالمية، هذه اللي احنا أهم إشي أنتم تعرفوها. طبعا هون ملخص عنها بس محطوط سنتين، عفوا هذول الصفحتين. والأهداف الاستراتيجية طبعا كل وزارة بتعمل على الاستنتاج من هذه الخطة أو الأجندة عدد من الأهداف الاستراتيجية اللي المفروض أنها تشتغل عليها ضمن رؤية، زي ما أنتم شايفين هنا أنه تحقق. عادة الرؤية بتكون بعيدة المدى، ولكن شجرة الأهداف الاستراتيجية بقدر أنا ألخصها زي ما حنشوف كمان شوي 2022. وقائمة المشاريع اللي أنا فتحت لكم على مثال منها، وشو أهم المؤشرات الأداء اللي بتحكمها، وشو حتى حاطين ملاحق في الجهات اللي بتشتغل معاها. طبعا هاي انا بدي اترك لكم اياها تبقوا تطلعوا عليها زي ما انتم شايفين في تفاصيلها. طبعا ما حاقراها، بس بدنا نتطلع على مثلا منهجيتها، المنهجيه اللي هي طريقه تنفيذ الخطه، زي كيف وكيف بيعملوا بفرق، كيف بيعملوا مثلا ورش عمل حتى يصير تدريب عليها، كيف بيناقشوها، بيعملوا برين ستورمينج. حتى شوفوا كيف هون محدثينها موضوع جائحة كورونا، يعني هذا الموضوع ما كان موجود بالخطة القديمة اللي هي تبعت 2017 اللي هي قبل ما تصير الجائحة. هذه الجزئية تم إضافتها بالخطة حتى تكون مواكبة، إنه كيف بتصدوا وزارة البيئة لموضوع مشكلات تتعلق في كورونا. طبعا كثير من الجلسات، خلينا نقول العصر الذهني، هاي مثلا خطة إدارة المخاطر كيف بيشتغلوا عليها، وكيف بتم خلينا نقول تحليل المخاطر البيئية، وحتى عمل خطط إجرائية ووقائية، يعني بمعنى الوقاية من المشكلة قبل حدوثها أو من الخطر. وحتى التواصل، شايفين إذا طلعت نتائج في ضوء جائحة كورونا، التواصل مع المجتمع كيف بيشتغلوا على قياس خلينا نقول فاعلية هذه الخطة، إنه هل هاي الخطة مناسبة أو لا. شوفوا طلعوا هون مثلا السوات أناليسس أمامكم، بفرجينا هون نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات زي ما أنا علمتكم، داخلي وخارجي في البيئة الداخلية والخارجية. ناخذ بس مثال على كل وحدة. مثلا من نقاط القوة إنه في عنا في وزارة البيئة خبرات ومعارف في مجال البيئي، وإنه عندهم قانون وقوانين وأشياء، خلينا نقول إطار قانوني مناسب وخطط. شوفوا النقاط الضعف مثلا، إنه ما في عنا عدم وجود أنظمة متكاملة لمتابعة الأداء. هي هاي المشكلة مش بس في وزارة البيئة، بمعظم وزارات الدولة الأردنية في عنا ضعف بموضوع متابعة الأداء. عشان هيك التقييم اللي أنتم درستوه كتير كتير مهم لحتى نصير فيه تطوير. كمان طلعوا أعطيتكم أنا بس مثال واحد من الفرص اللي بنقدر نستثمرها حتى نحسن، إنه القيادة العليا مثلا إنها مهتمة في المجال البيئي، جلالة الملك مثلا حضور المؤتمرات، الاتفاقيات الموقع عليها، كلها هاي بتدل على إنه في اهتمام بالجانب البيئي من قبل القيادة، فإنه هذا ممكن يعطيني نوع من التحفيز. وكمان التحديات في المقابل، اللي هو إيش الضغوطات اللي عم بتواجهها الأردن في موضوع عدد السكان الزائد، موضوع البطالة، موضوع اللجوء، اللاجئين اللي عم بيجوا، مثلا موضوع التصحر، الوعي البيئي، هاي كلياتها تعتبر تحديات. طبعا هاي الرؤية زي ما انتم شايفين وزارة رائدة في الحفاظ على عناصر البيئة نحو تنمية مستدامة. لاحظوا كيف كل شيء عم نربطه مع التنمية المستدامة، وهاي الرسالة اللي هن بيشتغلوا عليها فعليا، حماية البيئة، الحفاظ على النظافة البيئية، شايفين إنه وضع أطر تشريعية، نشر ثقافة البيئة، خلينا نقول كيف نحقق التنمية في ضوء المشكلات اللي عم نعاني فيها بسبب التلوث والآثار المناخية. طبعا كلها وفق منهج طبعا تشاركي. هاي اللي هي القيم اللي قلت لكم عنها: شفافية، تميز، إبداع، تشاركية، عدالة، التزام بالمسؤولية إلى آخره. هاي وثيقة الأردن 2020 اللي هي احنا بننطلق منها في كل شيء، واللي هي بتركز، لاحظوا، على مبادئ أساسية أو أولويات أساسية زي ما أنتم شايفين. هاي هي المبادئ الأساسية اللي هي محافظة على النظم البيئية، تمام، التخفيف من آثار التغييرات البيئية السلبية، يعني عم بتصير في عنا كوارث، في عنا مشاكل بيئية إلى آخره. هاي كلياتها بدنا نشوف كيف وزارة البيئة بدها تساعد على التخفيف منها. موضوع حماية البيئة وكيف نرفع الوعي اللي هو بيصير بالتدريب، وموضوع
الكفاءة المؤسسية، يعني المؤسسات اللي بتشتغل في هذا المجال مش بس الحكومية، كيف نشتغل عليها بمشاركة حتى القطاع الخاص حتى نحل هاي المشكلات. طبعا أجندة التنمية المستدامة بتحكي على كل إشي، بس هنا زي ما أنتم شايفين إنه في بعض مختارين هن بعض الأهداف التنمية المستدامة اللي بتتقاطع مع الموضوع. تتذكروا بأول محاضرة شو أنا قلت لكم لما فرجيناكم التشارت تبع التنمية المستدامة أهدافها؟ فإذا بدي أحكي بيئة أكيد بهمني أنا الأهداف اللي أمامكم هدول، اللي هن 12 أول إشي، اللي بيحكي عن الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، لأنه إذا أنا أنتجت بشكل مسؤول في ترشيد في النفقات أنا ما عملت هدر ما عملت تلوث، تمام؟ كمان موضوع العمل المناخي اللي هو اتخاذ إجراءات تتصدى للتغير المناخي وأثاره، وعندك كمان الحياة تحت الماء والحياة في البر. هدول كمان هدفين، يعني عندي خلينا نقول 4 أهداف أساسية. كيف بتشتغل الدولة الأردنية من خلال وزارة البيئة على حمايتها والحفاظ عليها من خلال هدول الـ4 أهداف، تمام؟ 12 13 إذا 14 15، كثير سهل إنه نتذكرهم. إذا استهلاك، عمل مناخي، حياة تحت فوق تحت الماء، والحياة في البر. أوكي؟ طيب هلا من اذا بدنا نتابع بناء على هدول بنسميهم اولويات كاهداف. طلعت الوزاره عدد من اللي بنسميها الحمايه او الاهداف الاستراتيجيه المؤسسيه، حطت 6 اهداف اساسيه اللي هي مشتقه مما سبق، اللي هي حمايه استخدام خلينا نقول المستدام للنظم البيئيه، الحد من التلوث مثلا، موضوع التغير المناخي، موضوع التحول، هاي نقطة كتير مهمة رقم 4 اللي هي التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحناخد عنها محاضرة كاملة أو أكثر، اللي هي بتركز على كيف نعزز النمو الاقتصادي المستدام، كيف نحصل على يعني خلينا نقول تطور في موضوع القطاعات التنموية في بشكل يحافظ على التنمية المستدامة والبيئة الخضراء. الثقافة البيئية اللي بتعزز السلوك البيئي السليم، هاي كمان نقطة أساسية، وتطوير الأداء المؤسسي وتجديد ثقافة التميز، هاي كلياتها كيف حتى دمج النوع الاجتماعي يعني الجندر دخلناه في البيئة حتى نقدر نستفيد من العنصر النسوي في خدمة هذا القطاع. طبعا زي ما أنتم شايفين الرؤية هاي بيحولوها هن لما يسمى بشجرة أهداف. شجرة أهداف دائما بالبرين ستورمينج بالتفكير إحنا بنقدر نشتغل على ما يسمى ببناء شجرة. زي ما أنتم شايفين عندي هاي الغاية، هذه اللي هي الأردن مزدهر ومنيع، هذه الغاية العامة. هنا عندك الأولويات، طبعا هاي الشجرة كلها زي ما أنتم شايفينها، هاي أنا هيك عم بصغرها بس إحنا حتى نفكر فيها ونفهمها أكثر. إحنا عم نقول عن زي ما أنتم شايفين أولويات وطنية اللي هي موجودة في رؤية 2025 حسب المشروع النهضة اللي هو بيشتغل على دولة التكافل والأولويات البيئة وسلامة المواطن، وشو أهداف التنمية المستدامة اللي حكيناها الأربعة هدول. هدول إحنا قسمناهم، بتشتغل وزارة البيئة على ترجمتهم على شكل أولويات حتى تخفف من أثار التغييرات البيئية والسلبية، كيف بتشارك القطاع الخاص حتى ترفع كمان من الكفاءة على مستوى المؤسسي. هاي رؤية اللي حكيت لكم إياها قبل شوي، والرسالة إذا هي بحطها أنا بشجرة الأهداف، ثم القيم اللي تحدثنا عنها. هلأ الأهداف المؤسسية اللي تحدثت عنها أيضا زي ما أنتم شايفين 1 2 3 4 5 6 أهداف أساسية، كل هدف منهم بنطلق منه برامج، شايفين كيف إنها عم تتفتت أو عم تتوزع بتتشعب البرامج، اللي هي مثلا إذا بدي أخذ إنه كيف بدها تشتغل الوزارة على هدف استراتيجي اللي هو الحماية والاستخدام المستدام على سبيل المثال، فبتيجي بتقول أنا بشتغل على هذا الكلام من خلال مجموعة من البرامج. هن اتفقوا إنهم يعملوا على 3 برامج مثلا، اللي هو المحافظة على التنوع الحيوي، وموضوع إدارة الإدارة المستدامة في الأراضي عشان التصحر، وموضوع المواقع اللي عم تتضرر بيئيا كيف بيقدروا يعيدوا النظر فيها ويحسنوها. هذا مثال، كل واحدة من هدول الأهداف إذن بيطلعوا فيها بعدد من البرامج بيفكروا فيها حتى يقدروا يشتغلوا عليها. مثلا بدي أشتغل تحول أخضر، فقالوا بدنا نعمل على برنامج. هذا طبعا هذا الهدف آخر واحد اشتغلوا عليه، عشان هيك ما في عندنا غير برنامج واحد إله لسه ما طوروه،
بس بتوقع مثلا السنة الجاي أو بعد ما تخلص جائحة كورونا إنهم يشتغلوا عليه بشكل أكبر، مطلوب منهم. وهكذا في بعض المشاريع زي ما تشوفوا فيها برامج بتكون مشتركة. طبعا هنا نمسك كل برنامج من هدول البرامج وبيشتغلوا على إنه إيش المتوقع، إيش التارجت، إنه إذا حققنا هذا البرنامج شو الأثر المتوقع وشو الهدف الاستراتيجي، شو ممكن ينجم عنه من هنقول نتائج. وبهذه الطريقة بيستلموا إذا كل برنامج وشو الأثر المتوقع منه. أعطيكم مثال، إذا بدهم الهدف الاستراتيجي الثالث اللي هو بيحكي على مواجهة أثار التغيير المناخي، طبعا هن عم بيشتغلوا على برنامجين، برنامج التخفيف وكيف بيتكيفوا مع التغير والمناخي، وبرنامج بيحكي عن حماية طبقة الأوزون. طيب هن بيقولوا إذا حققنا هدول البرنامجين إحنا حنكون ساعتها إيش عملنا؟ إنه نشتغل على الموضوع من خلال إنه نشكل فريق وطني، نعمل قاعدة معلومات، يصير في عنا كفاءات في هذا المجال، يصير في عنا قدرة على إنه نخبر جهات أخرى يعني نبلغ عنها حتى يصير في تحقق من نفايات إلى آخره. فبالتالي هن مسكوا كل برنامج، مثلا برنامج التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إنه هن بيسعوا من هذا من خلال هذا البرنامج إلى تنمية في كل القطاعات، في النقل، في الطاقة، في الزراعة، في النفايات، في كل المجالات، وبحطوا لك إيش هو الأثر المتوقع في الموضوع. إذن هاي أنا بدي أترك لكم إياها تطلعوا عليها الخطة. طلعوا هون كمان كيف في عندي هاي قائمة المشاريع اللي قلناها، كل برنامج بصب في مشروع أكبر، يعني المشروع فيه مجموعة برامج زي ما أنتوا شايفين، تمام؟ وبحطوا لك إيش اسم هذا البرنامج. أنت ممكن تختار واحدة من هدول البرامج وتطلع عليها بالتفصيل. زي ما أنتوا شايفين كل هدف مقسمينه لمجموعة من البرامج والمشاريع. وهون بصير في حتى هاي الصفحة اللي بتفرجيك كيف بتم متابعتها لكل مشروع على مستوى مؤشرات، يعني بمعنى بحطوا قديش نسبة الإنجاز فيها بالمية، يعني بتكون رقمية كمية، وبيطلعوا لك كل سنة شو التقدم اللي صار في هذا الموضوع زي ما أنتوا شايفين بهاي القوائم. إذن في طبعا هذا كتير موجز وملخص شباب، هو في كتير تفاصيل أكبر، بس هو بالخطة الاستراتيجية عادة بحطوا الموجز. وهنا آخر شيء اللي هي قائمة خلينا نسميها الشراكات، اللي بتحكي عن كيف ممكن وزارة البيئة تشتغل بشكل شريك مع وزارات أخرى، زي مثلا كتير بتشتغل مع وزارة المياه، حناخدها بعدين نطلع عليها، في مشاريع بتتقاطع معها بيشتغلوها سوا، وزارة الطاقة، وزارة حتى مثلا الداخلية، الخارجية، الصحة مثلا هلأ بموضوع كورونا، كل هاي الوزارات، حتى مثلا شوفوا التربية والتعليم مثلا شو علاقتها، ممكن يكون عشان التوعية، صح ولا لا؟ الثقافة ممكن يكون عشان التوعية وهكذا. فبتلاقوا كل هاي الدوائر مثلا إحصاءات لأنها بتعطيها مثلا معلومات، كل هاي الجهات، شوفوا حتى في عندي جهات يعني دولية وإقليمية تحت شايفين، بجنبها بكتبوا لك شريك يعني بارتنر أو مزود خدمة، يعني مثلا معهد الإدارة العامة بزود خدمة، شو الخدمة؟ مثلا بدرب الطاقم تبعهم، أوكي؟ في عندك هون مانح زي ما أنتوا شايفين، يعني هدول الجهات لما وزارة البيئة بدها تعمل أي مشروع بدها دعم مالي، لغاية الآن هن يشتغلوا مع هدول. فأنا بقدر أفتح حتى على وكالة الأمريكية للتنمية البيئية الـ USAID، الـ EU، مثلا صندوق المناخ الأخضر، شايفين؟ البريطانية، ألمانيا، عندك الجايكا اللي هي اليابانية، الفرنسية، الأفد، حط لك الكنديين، أوكي؟ يعني هون مثلا هون بشوف إنه مش مشتغلين مع السويد مثلا، فهذا مثلا ممكن يكون قدرة على إنهم يطوروا في هذا المجال. هاي القصص في وكالات دولية شريكة، يعني بتكون أكثر من مش بس إنها مانحة، كمان على المستوى الدولي هي بتدخل في المشاريع، مثل الجي آي زد، اليونيدو اللي هي التنمية الصناعية، اليونب اللي هي للبيئة. هذا البرنامج كتير بهمكم شباب إنكم حندرسه، اللي هو برنامج أهم إشي في لما بتحكي عن البيئة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أوكي؟ زي كيف تحكي مثلا بالجندر بنقول يو إن وومن اللي هي معنية في البيئة، اليونب United Nations Environment أو Environmental Program. وفي عندي برامج أخرى داعمة مثل اللجنة الاقتصادية مثلا الأسكوا،
المعهد العالمي للنمو الأخضر مثلا، كمان هاي كلياتها، وحاطين لكم هون كتير مثلا اليونيتار، كمان هذا مركز بحثي للتطوير، الجامعة العربية إذا بدك على مستوى البيئة، مجلس الوزراء العرب في موضوع البيئة، يعني كل وزراء العرب البيئة بيجتمعوا وبيعطوا قرارات. هاي مثلا باختصار الخطة الاستراتيجية اللي احنا بنلاقيها كمان على موقع الوزارة. أنا هلأ هون بدي أوقف وأسمع منكم إذا في